Hello everyone، أهلا بكم في فيديو جديد مع مستر محمد إبراهيم. خلونا نكمل الجرامر يا شباب ليونت 1. طيب إن شاء الله هنكمل الجرامر النهاردة، وبالتالي كمان هنبتدي ناخد بعض التدريبات عن الـ Rewrite. الجرامر اللي موجود معانا يا شباب مهم جدا النهاردة، إن هيجي عليه كل الـ Rewrite: Verb Pattern، Verb Pattern، some verbs. خلي بالك ان في بعض الافعال some verbs are followed by infinitive، في بعض افعال لازم يجي وراها to وبعد كده الفعل في المصدر، فلازم انت تذاكر الافعال دي. زي يوافق agree، ما تذاكرهاش لوحدها، agree to، decide to، expect to، would like to، fail to، happen to، hope to، would love to، manage to، mean to، pretend to، would prefer to، يفضل، promise to، refuse to، want to، can't afford to، لا يتحمل ماديا، I can't afford to buy a new car، ما اقدرش اتحمل ماديا ان انا اشتري عربية جديدة. خلي بالك ان الافعال دي لازم تذاكرها كده، لازم تبقى عارف ان الافعال دي وراها to وبعد كده الفعل في المصدر، وهو ده اللي بيجي لك في الرايت. يا ترى الفعل وراه to والفعل في المصدر، ولا هتجيب فعل تاني وتحط له اي ان جي؟ هيجي معانا دلوقتي. تعالوا نقرا الامثله. جون مانج تو، يعني نجح فيه، مانج تو فينيش هيز وورك، مش فارق معايا الافعال دي تيجي في المضارع ولا في الماضي، يعني ممكن اقول جون مانجز او مانج، مش مشكله، اهم حاجه يجي وراها تو والفعل في المصدر. جون مانج تو فينيش هيز هوم وورك. شي ديسايدد تو go to France، هي قررت أن تذهب إلى فرنسا. We promised to help him، إحنا وعدنا اللي إحنا هنساعده، promised to. طيب اللي إحنا قلناه إن الأفعال بيجي وراها to بعد كده الفعل في المصدر. عندنا بعض الأفعال التانية some verbs are followed by ing، أفعال تانية لازم يجي وراها صيغة ال ing، فعل نحط له ing. لازم نذاكر الافعال دي ونبقى عارفين الفرق ما بين الافعال اللي فوق والافعال دي. زي يتجنب avoid، يتخيل او يحب fancy، لازم تبقى عارف المعنى بالعربي وبالانجلش. enjoy يستمتع، suggest يقترح، يؤجل put off، يحب like، love يحب، يفضل prefer، ينهي finish، يستمر keep، لا يواجه can't face، I can't face، لا أستطيع أن أواجه، لا يسع أن يساعد، I can't help، لا يطيق، can't stand، ما بيتحملش، feel like، يرغب، عاوز، يحب، يناقش، discuss، يقضي، spend time، spend مثلا 3 hours studying English، I spend 3 hours studying English، يتخيل، imagine، يعترف بشيء، admit، لازم يجي وراها الفعل تاني تحط له ing، ما ينفعش تو، ينكر، deny، يوصي، recommend. زي الأمثلة اللي موجودة معانا يا شباب، سالي fancied، مش مشكلة جه الفعل ده في المضارع ولا في الماضي، أهم حاجة اللي وراه إيه؟ فعل تاني حطينا له ing. سالي fancied going away for the weekend، سالي بتحب تخرج في الأجازة الأسبوعية، going away بتسافر. She denied stealing the ring، شايفين بعد denied stealing هي بتنكر سرقة الخاتم. Can you imagine living on the moon، هل تستطيع أن تتخيل العيش على القمر؟ We use ing form after these expressions، دلوقتي أنا مش بكلمك على أفعال بس، ده أنا بكلمك على expressions على بعضها، زي no good وتروح جايب وراها ing، it's no good، لا فائدة من، it's no use crying over split milk، لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب. feel like يرغب، يحب. would you mind، هل تمانع، لازم يجي وراها ing. would you mind زيها زي do you mind، هل عندك مانع. would you mind opening the door، ممكن تفتح الباب، عندك مانع لو سمحت تفتح الباب. worth يستحق، ادي الأمثلة. would you mind coming with me to the book fair، ممكن عندك مانع تيجي معايا المعرض الكتاب. I feel like، أنا أرغب، أنا أحب. I feel like drinking a cup of coffee، أنا نفسي في أشرب كوباية قهوة. خلي بالك
in take care the following expressions are followed by stem verb without to. في افعال بيجي وراها فعل تاني من غير to ولا ing ولا اي حاجه. زي ما اجي اقول لك let me sit، خليني اقعد. let me sit alone، let would rather make had better. had better يعني من الافضل. you would rather study your lessons. you had rather study your lesson. من الافضل ان تذاكر دروسك. طيب the following verbs، الافعال القادمه براحتك، عايز تجيب وراها to وبعد كده الانفينيتيف الفعل في المصدر، او تجيب وراها الاي ان جي على طول. زي الافعال begin start continue يستمر، like love hate. الافعال دي ممكن اقول I like to play tennis، انا احب العب تنس، او I like playing tennis. I love to study science، بحب اذاكر science، او I love studying science. زي المثال اللي معانا it started to rain، او it started raining. زي ما احنا شايفين بعد start ممكن يجي to والفعل في المصدر، او ممكن يجي ال ing. عندنا كمان بعض الافعال خلي بالك بيختلف المعنى. مره لو استخدمنا الانفينيتيف يعني استخدمنا تو والانفينيتيف، او لو جبنا صيغه الاي ان جي with changing the meaning، المعنى مختلف تماما. انت هتتفاجئ دلوقتي واحنا بنحل الري رايت. ستوب تو انفينيتيف معناها اللي انت وقفت عشان تعمل حاجه. زي ما اجي اقول لك اي ستوبد تو باي ا ماجازين، انا ماشي بالعربيه فوقفت علشان اشتري المجله. ان اوردر تو باي ده المعنى، لازم تبقى عارف ان انت توقفت عشان تعمل شيء. لكن ستوب لو جه وراها الفعل في اي ان جي انت اقلعت عن فعل الشيء تماما. تو ستوب دوينج سمثينج، زي ما اجي اقول اي ستوبد باينج ماجازين، انا توقفت عن شراء المجلات. جيف اب ذيس اكشن، خلاص ما بقتش اعمل كده تاني، مش بقف اشتري، ده انا بطلت اشتري. فورجيت تو بينسى، تو فورجيت تو دو سمثينج انت نسيت تعمل الشيء. يعني لما اجي اقول I forgot to lock the door، كده انا سبت الباب مفتوح ونزلت. I didn't lock it, it's open. لكن لو جبت forget ووراها الفعل في ing انت عملت الحدث بس نسيت، فانت ما انتش فاكر. I forgot locking the door، ايه ده؟ انا قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ I locked it but I forgot that، انا عملت كده بس نسيت اللي انا عملت، بس بالفعل انت عملت الحدث. remember to I remember to do something، يعني انا كنت ناسي حاجه افتكرتها على طول عملتها. زي ما اجي اقول I remembered to phone علي، انا افتكرت ان اتصل بعلي. ايه ده؟ I remembered then I phoned، انا افتكرت وخدت action اتصلت بيه على طول. remember والverb نحط له ing. I remembered I did something before، قاعد في امان الله كده، ايه ده افتكرت حاجه عملتها من سنتين، خلاص هي حصلت بفتكر بقى. I recalled يعني افتكرت ان انا اتصلت. لما اجي اقول I remembered phoning علي، انا افتكرت ان انا اتصلت بعلي، يبقى انا خلاص اتصلت بيه الصبح وجي على بالي دلوقتي انا اتصلت بعلي الصبح وكلمته وسالته، يبقى الحدث تم خلاص. try to وراها الانفينيتيف المصدر بعد try to، يبقى معناها اللي انت عملت اقصى ما عندك. كده انا هفهم اللي انت عملته محاوله to do your best. she tried to save money، هي عملت محاوله attempted it some money but she spent it all، ولكن هي صرفت كل حاجه. لكن try verb وراء ing to make an experiment، انت بتعمل تجربه ومستني النتيجه. to see the result لازم تشوف النتيجه. We tried hitting it with a hammer، قعدنا ندق كتير بالشاكوش. And finally we opened، وفتحنا الباب اللي كان مقفول ده. يبقى did it solve a problem. Trying يبقى أنت استنيت النتيجة والنتيجة للمشكلات حلت. Go on بمعنى يستمر زي continue، بس خلي بالك إن go on to وراها الفعل في الانفينيتيف did something else later، هتعمل شيء بعدين، يعني بتعمل شيء وتتوقف وبعدين تعمل شيء وتتوقف في بتتوقف. جو went on to record another album، جون مستمر في تسجيل الألبوم. خلي بالك ان هو مستمر في التسجيل ولكن بيسجل أغنية ويستنى ويرجع يكمل. لكن going on
to continue without stopping، ما بيتوقفش. سارة went on writing on her novel، سارة مستمرة في الكتابة بتاعت الرواية بتاعتها كل يوم، كل ساعة، كل شوية. regret to بيندم، بيتأسف. before the action I regret to inform you that your brother had an accident، أنا بتأسف ليك، يعني يؤسفني إن أخوك حصلت له حادثة. لكن regret verb ing after the action happened، I regret saying what I said، أنا بتأسف عما قلت. يبقى خلاص أنت شتمت حد وبتتأسف مثلا وبتقول له I regret what saying بعدها ing what I said. وبالتالي نكون خلصنا كده يا شباب الجرامر الفيديو، عشان ما يكونش وقته طويل لازم يكون رتمنا سريع. خلينا حاليا دلوقتي نحل الاكسرسايز اللي موجود معانا الري رايت، ازاي نحل التدريبات على الجرامر. لازم يبقى عندك طريقه تفكير وانت بتحل اسئله، لازم يكون في دليل في عقلك بترجع له وبناء عليه متاكد ان اجابتك صح. الاسئله اللي موجوده معانا طبعا عشان الوقت الفيديو ما يكونش كبير هناخد بعض الامثله والباقي اعتبروه هوم. He usually cereal in the morning، هو بيتناول حبيبات كده زي كورن فليكس في الصباح. واحد يقول لي is having، ما ينفعش. ليه؟ لأن he usually من كلمات إيه؟ من كلمات المضارع البسيط. يبقى خلاص هقول have، ما ينفعش. ليه؟ لأن have ما بتجيش مع he. he usually has هنا بمعنى يتناول، يأكل. واللي خلاني اختار has إن الكلمة دي من كلمات المضارع البسيط، فعشان كده لازم تذاكر الجرامر كويس. she you are right she thinks، طب ليه ما ينفعش أقول she is thinking؟ لأن إحنا قايلين إن أفعال الperceptions الإدراك التفكير ما ينفعش تحطها في زمن المضارع المستمر، بالتالي بتستخدم المضارع البسيط. ينفع أقول she think، يبقى أنت نسيت اس المضارع، مفيش حاجة اسمها she to think she thinks. You are right. I people's names very easily. أنا بنسى أسامي الناس بسهولة. The I forget. Why like that؟ أنت بتمشي ليه كده؟ Why are you walking like that؟ أنت قدام عيني وشايفك، يبقى الحدث بيحصل دلوقتي. Why are you walking like that؟ تمشي كده ليه؟ Paul is having a pizza now. ليه؟ Is having a pizza now. لأن now من كلمات المضارع المستمر، بس أنت قايل لنا إن أفعال الملكية ما ينفعش نحطها فيها ing، ولكن هنا المعنى مختلف. is having بمعنى eating، يأكل. we need بيجي وراها to بعد كده الفعل في المصدر، يبقى we need to buy a new TV. rewrite the following sentences using the words in brackets، عايزين نكتب الجمل الآتية ونستخدم اللي ما بين الأقواس. أفكر إزاي؟ She always helps me، هي دايماً بتساعدني. خلي بالك إن mind من الأفعال اللي قلنا عليها بيجي وراها الفعل تحط له ing. عايزك تقول لي نفس المعنى بتاع الجملة، هي دايماً بتساعدني، يبقى هي ما عندهاش مانع تساعدني. خلي بالك إن mind يعني يمنع، ودايما بتيجي في الري رايت لازم تستخدم معاها النفي. I don't mind helping you، ما عنديش مانع اساعدك. يبقى هنا لازم اقول شي، طب شي مع النفي، يبقى she doesn't mind، ما ينفعش تقول help، لان بعد mind لازم تحط للفعل ing، يبقى she doesn't mind helping me. زي ما انت شايف كده she doesn't mind helping me. طيب انا مش مصدقك بقى يا مستر، هل فعلا مايند من الكلمات اللي كان وراها الفعل نحط له اي ان جي؟ ادي مايند قدام عينيك من الافعال اللي بنحط لها اي ان جي، زي كلمه مايند اهي، وود يو مايند، دو يو مايند، ومايند من الافعال اللي بنحط لها اي ان جي. طيب I arranged to travel abroad tomorrow، اول ما تلاقي tomorrow يعني مستقبل، ودي خطه وانت مخطط، والفعل الرئيسي traveling، يبقى عايزنا نستخدم المضارع المستمر مع صيغة المستقبل. عينيك على الفعل عشان تبتدي جملتك. I traveling ما ينفعش. I am، الناس بتنسى تكون الزمن بطريقة صحيحة، تقول لك I am I traveling، ما فيش حاجة اسمها كده، لأن قلنا لازم يجي am. I am traveling abroad tomorrow.
انا مسافر غدا الى الخارج. She wants to drink tea after meals. هي بتحب تشرب او عايزه تشرب الشاي بعد الوجبات. feel like يرغب يحب. هو عايز ايه؟ لازم تسأل نفسك، ما تجاوبش اي حاجه. بطل الجمله الفاعل، وادي الفعل قدام عينيك. feel like، feel like من كلمات او من الافعال اللي بيجي وراها مضارع او بيجي وراها الفعل بنحط له اي ان جي. يبقى شيء الناس هتنسى الاس بتاعت المضارع، زي ما هي wants to she feels like. يبقى she feels like هقول ايه؟ drinking. لازم تحط للفعل اي ان جي. drinking tea after meals. الناس اللي اتفرجت على الفيديوهات ومذاكره الجرامر هتلاقي الموضوع بسيط جدا. we did our best to pass the exam. انت عارف ان did our best دي tried try to ولا try وراها اي ان جي؟ تعال نشوف، ما انتش فاكر، تعال افكرك. ادي الافعال اللي ليها معنيين، تعال نشوف. try، ادي try to، يبقى انت do your best. لما تيجي تكتبها لازم تشيل الجملة دي، يعني ما ينفعش تقول لي we tried our best. غلط، لان tried معناها مع to ان انت حاولت فعلا وبذلت مجهودك. يبقى تقول we tried على طول to pass the exam. اهي we tried to pass the exam. بناخد بعض الأمثلة يا شباب، خلينا ناخد مثال تاني كمان. she obeys her parents continually. رقم 13، هي بتطيع والديها باستمرار. خلي بالك إن ما بين الأقواس هو اللي هنا continually باستمرار. طب ما هي go on برضه باستمرار، يا ترى اللي باستمرار وبدون توقف هل كان اسمه go on to ولا go on ونحط للفعل ing؟ لازم نذاكر. go on وراها ing على طول يبقى بدون توقف، واكيد البنت بتسمع كلام باباها ومامتها باستمرار، يبقى she goes. الناس هتغلط وتنسى وتقول she go، ما ينفعش. she goes on obeying، هي بتستمر دايما في طاعة والديها her parents. محدش يقول لي continually، لأن أصلا goes on بمعنى تستمر في طاعة والديها. آدي الغلطات، مع شيء الناس بتنسى الـ ES، وبعد goes on وحطينا الـ ING يبقى بيدي نفس المعنى بتاع continually. بحاول أخد لكم الجمل اللي فيها بعض الأفكار. طيب I visit my uncle from time to time. أنا بزور عمي من وقت لآخر. sometimes أحيانا، من كلمات المضارع البسيط وبتيجي قبل الفعل، فهي نفس المعنى بتاع time to time. ما ينفعش تكتبها، يعني ما ينفعش أقول I sometimes visit my uncle from time to time، ما ينفعش. فبقول I sometimes visit my uncle، وخلاص ده نفس المعنى. sometimes يعني from time to time. وبكده يا شباب هنتوقف لغاية هنا عشان ما يكونش وقت الفيديو كبير، عندنا أمثلة كتير. حلوا التدريبات، اعتبروا الباقي هوم وورك، واللي عنده سؤال مش عارف يحله يكتبه لي في التعليقات يا شباب. معاكم مستر محمد ابراهيم، اتمنى تكون استفدتم. ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات اخرى. ثانك يو، ادعموا القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس ودعوه اصدقائكم. ثانك يو.